تحت عنوان حبها يجمعنا عقد المؤتمر الأول لائتلاف المؤسسات النسائية في تركيا بمدينة إسطنبول في سبيل تفعيل دور نساء الأمة لدعم القضية الفلسطينية. المؤتمر الأول لتأسيس مجموعة من البرامج والأنشطة، منها مشروع ميثاق العائلة، منها مشروع تأسيس مشروع للشابات، منها مشروع طفل الأقصى، منها مشروع الداعيات والعالمات. ونحن من خلال هذا العمل نؤكد على دور العديد من المؤسسات المجتمع المدني العربي الموجود في تركيا لنصرة أخواتنا في القدس وفلسطين ولنصرة أهلنا في غزة. قضايا عدة تناولها المؤتمر أبرزها دور المرأة العربية والمسلمة في مناصرة ودعم صمود الفلسطينيات والمقدسيات ومواجهة التطبيع وخطره على المجتمعات العربية والإسلامية وتوعية الأجيال لتكون القضية الفلسطينية هي البوصلة. دورنا اليوم يختلف عن دورنا قبل سنوات أو قبل بضع قرون. اليوم المرأة المسلمة سواء كانت قريبة من الأراضي الفلسطينية أو بعيدة أو في أي مكان كانت، لا عليها دور صنع الصحوة في شباب المسلم. كما شدد المؤتمر على أن القضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، بل قضية الأمة الإسلامية بأسرها. نعلم أن قضية فلسطين وقضية القدس هي ليست خاصة بالفلسطينيين، وإنما هي قضية الأمة جمعاء. وما الأحداث التي تمر بها الأمة الإسلامية والأمة العربية في هذه السنوات الماضية ما هي إلا إرهاصات لتحرير فلسطين إن شاء الله وتحرير الأرض الإسلامية من كل براثن المعتدين والمغتصبين. قضية فلسطين هي قضية الأمة، والمجتمع بالكامله مطالب بأن يقوم بأمر الأمة، كل المجتمعات المسلمة، فبما فيها الرجل والمرأة والطفل. ورغم كل العوائق الموضوعة اليوم أمام القضية الفلسطينية، لا يزال الرهان حاضراً على المرأة العربية والمسلمة في إعادة غرس حب القدس والمسجد الأقصى في نفوس أجيال الأمة، والتذكير بدور المرأة الفلسطينية في دعم أحد أهم القضايا العربية والإسلامية.